Attention passengers, traveling on Kenya Airways flight 503, hands up for this Nairobi. At this time, once again, that's a business class passengers. You're welcome to board your services through me. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome on board. This is your captain. My name is Nasser Marzouki. Together with me here, senior first. Located in the top corner of your seat. To fasten, connect it to the pin next to emergency exits on this aircraft, which are clearly marked. There are signs which indicate the direction required to evacuate the aircraft. Leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. لربط الحزام، أدخلوا المشبك المعدني في القفل. يمكن تعديل الحزام بسحب الشريط. لفك الحزام ارفع القطعة المعدنية المتحركة ثم اسحبوا الجهة المقابلة من الحزام
إذا كنتم تجلسون في درجة الأعمال، يتوفر حزام الكتف من الزاوية العلوية من مقعدكم. Make sure your seat belt is securely fastened. Your seat back is upright. Your hand set. يجب عليكم اتخاذ وضعية الجلوس brace في حالة الطوارئ. إذا سمعتم الأمر brace brace. يمنع التدخين منعًا باتًا بما فيها السيجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه.
استبدال الأمن الشراء باقات الواي فاي. مراعاة لك المتضيف مرحبا.
أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في مدينة أبوظبي، حيث يشير التوقيت المحلي إلى الساعة 11:00 صباحا. من أجل سلامتكم نرجو منكم البقاء جالسين وأبقى أحزمة المقاعد مربوطة بإحكامين. أن تتوقف الطائرة توقف كلي ويتم إطفاء على مدرب أحزمة المقاعد. يرجى الحيطة والحذر عند فتح الخزائن العليا والتأكد من أخذ جميع أغراضكم الشخصية معكم قبل مغادرتكم الطائرة. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع بشكل نهائي في مبنى المطار، لذا يرجى عدم التدخين إلا في المناطق المخصصة للتدخين داخل مبنى المطار. يمكنكم الآن إعادة تشغيل الأجهزة الإلكترونية المحمولة. نرجو تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا اليوم. يسرنا أننا قمنا بخدمتكم. يسرنا الترحيب بكم مجددا على مدى الاتحاد الطيران النقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. يرجى الامتناع عن التدخين وشكرا. Good morning and welcome to Abu Dhabi. The local time here is 11 o'clock. For your safety, please remain seated with your seatbelt securely.